بالحواس الخمس في نبضة فادي وطن الحبيب صباح الخير أعرفك بالهمس يا نفحة بلادي وطني الحبيب صباح الخير وطني الحبيب صباح الخير يا قطر يا شمس يا نبضة فادي بالعلن والهمس أحبك يا بلادي عرفك بالهمس يا نبضة فادي وطني الحبيب صباح الخير وطني الحبيب صباح الخير مع شروق الشمس تغريدة الشادي وطني الحبيب صباح الخير بالحواس الخمس بالحواس الخمس في نبضة فادي وطني الحبيب صباح الخير أعرفك بالهمس يا نبضة فادي وطني الحبيب صباح بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة بداية الأسبوع من برنامجكم وطني الحبيب صباح الخير، حلقة جديدة نسعد من خلالها بالتواصل معكم ومناقشة أهم الموضوعات التي تهمكم. صباح الخير ليلى. أسعد الله صباحك بكل خير زميل محمد، أصبح عليك وعلى كل المستمعين والمشاهدين الكرام عبر أثير إذاعة قطر وعبر شاشة تلفزيون قطر. نحن معكم في حلقة يوم الأحد من برنامج وطن الحبيب صباح الخير، وبداية أسبوع إن شاء الله تكون بداية موفقة وسعيدة وجميلة وحافلة بالنجاحات والإنجازات لنا ولوطننا وطننا الحبيب بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الدفعة 43 دفعة 2020 من طلاب جامعة قطر الذي سيقام بمجمع الرياضات والفعاليات بالجامعة بعد قليل. فيما سترعى سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن صحيم الثاني حرم سمو الأمير حفل تخريج الطالبات المتفوقات صباح غد الاثنين الموافق 31 من مايو الجاري. مبارك لأبنائنا الطلاب التخرج، وطني الحبيب صباح الخير. جند خرم
وطني الحبيب صباح الخير. حالة الطقس. حياكم الله أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين مرة أخرى مع برنامج وطن الحبيب صباح الخير. نبدأ بطبعا فقراتنا هذا الصباح، ويعني أولى فقراتنا دائما ما تكون الطقس. خلال لحظات إن شاء الله سيكون معنا المتنبئ الجوي سعود المري من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني للتعرف أكثر على أحوال الطقس المتوقعة بإذن الله خلال 24 ساعة القادمة بإذن الله. سيكون معنا بعد قليل من المكتب التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للطيران المدني لنتعرف أكثر على أحوال الطقس، ولكن لحظات إن شاء الله وسينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر الهاتف بإذن الله. أعزائي المستمعين طبعا للتذكير فقط قبل أن نستقبل الأخ العزيز المتنبي الجوي سعود المري، موجود معنا الآن على الهواء، موجود الأخ سعود. سعود صباح الخير. يا مرحبا، صباح النور. حياك الله سعود. ما هو المتوقع للطقس بإذن الله تعالى 24 ساعة القادمة؟ الله يحييك. بإذن الله، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بالنسبة للتحذيرات، هناك تحذير متوقع برياح قوية على بعض المناطق منتصف النهار لهذا اليوم، والطقس وشيئة الله يكون حار مع غبار خفيف أحيانا. أما الرياح بإذن الله تكون شمالية غربية شمالية شرقية من 8 إلى 18 عقدة، تصل إلى 24 عقدة على بعض المناطق نهارا. ارتفاعات الأمواج على السواحل من قدم إلى قدمين تصل إلى 3 أقدام أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة نهار هذا اليوم على مدينة الدوحة 42 درجة مئوية. بالنسبة لحالة الطقس اليوم الغد، يستمر بإذن الله التحذير منتصف النهار على بعض المناطق، والطقس بإذن الله يكون حار مع غبار خفيف أحيانا إلى غبار مثار، والرياح تكون أغلبها شمالية غربية شمالية من نشطة إلى قوية السرعة، والبحر يكون معتدل الموج. هذا والله وحده أعلم، مع تحية مكتب التنبؤات والتحاليل الجوية بدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. المتنبئ الجوي سعود المري، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية، ما قصرت. وطني الحبيب صباح الخير. حركة السير. حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأيضا نتعرف على حركة السير ومستجداتها في هذه الأثناء في طرقنا المختلفة الرئيسية والتقاطعات والمداخل والمخارج وغيرها. يطلعنا عليها الملازم أول أحمد علي الكواري ضابط التحكم المروري بمركز القيادة الوطني. ملازم أول أحمد صباح الخير. صباح النور، مرحبا، حياك الله. نتعرف منك على مستجدات حركة السير في هذه الأثناء. بسم الله الرحمن الرحيم. على ما شاهد من كاميرات المراقبة المرورية بتكون الحركة انسيابية على معظم التقاطعات، فقط الخط الأمامي للكنيش اليوم شهد ازدحام من الساعة 6:45 للساعة 7:15 من إشارات الديوان باتجاه إشارات المؤسسة. أيضا المسار الموازي له نظرا لوجود أعمال طرق على نفس المسار. بالنسبة للخط الثاني للكنيش بتكون الحركة انسيابية عليه فقط من إشارات المها باتجاه إشارات برزان، كان عليه كثافة حركة من الساعة 7 لين الساعة 7:30. أيضا المسار المتحرك من إشارات البريد باتجاه إشارات برزان عليه كثافة حركة حاليا شاهدة، ودوريات المرور موجودة في نفس المكان. بالنسبة للدائرة الثالث بتكون حركة عليها طبيعية، أيضا 22 فبراير بتكون حركة طبيعية. أيضا طريق سلوى اليوم الحركة انسيابية عليه فقط بداية دوار مدماك شهد الزحام المتحرك باتجاه 22 فبراير بخصوص مدينة الريان. جميع تقاطعات الرئيسية في الحركة عليها انسيابية، أيضا مداخل المخارج الصناعية بتكون الحركة عليها انسيابية. وفي الختام نتمنى السلامة والالتزام بأداب وقواعد المرور، مع تحيات للإدارة العامة للمرور. نتمنى ذلك، نتمنى السلامة لكل من هم في الطريق حاليا أينما كانت وجهتهم، نقول لهم درب السلامة وشكرا جزيلا لك. الملازم أول أحمد علي الكواري ضابط التحكم المروري بمركز القيادة الوطني، يعطيك العافية. وطني الحبيب صباح الخير. أسعار الأسماك والخضار. حياكم الله أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، والآن مباشرة إلى شبرة السمك في أم صلال علي، ومن هناك يوافينا الزميل العزيز خليفة رميحي بأسعار الأسماك لهذا اليوم. وأحمد صباح الخير.
صباح الخير زميلي العزيز محمد العمري، ايضا صبح عليك، نصبح على زميلة ليلى ابراهيم، نصبح على جميع زملائنا في اذاعتنا الحبيبه اذاعه قطر، وايضا زملائنا في تلفزيوننا الحبيب تلفزيون قطر، ومشاهدينا ومستمعينا اينما كانوا داخل قطر برا قطر، ودائما خص بالتصبيحه امهاتنا وابهاتنا، ونقول لهم عساكم على القوه والله يعطيكم الصحه وطوله العمر. احنا اليوم متواجدين في شبره ام صلال علي، شبره السمك، وهي الشبره الرئيسيه. ما راح ناخذ وقت طويل، راح ندخل مع اول محل ونشوف مصدر السمك من عنده واسعاره، ونشوف مال اليوم ولا مال امس. خلونا نشوف اول محل. السلام عليكم، كيف حالك؟ شعري مال وين؟ شعري مال البكره. مال البكره؟ بكره. على كم؟ اليوم 8 ريال. 8 ريال، اخر كم؟ اخر 7 ريال. 7 ريال يمشي. كاليماري مال وين؟ باكستاني. باكستاني، على كم؟ 30. صار له فتره ما جا السوق، اشوف هاليومين جا 30 اخر شيء؟ اخر 30. اخر شيء بياح مال وين؟ باكستاني. باكستاني. والله حلوه حلوه. خلني اشوف واحده حلوه. مال باكستان حلو، ومال قطر حلو، البياح دائما حلو، وسمكه يعني بلح حلو في الشوي ما يحتاج. على كم؟ اي 30 28 25 ما يمشي؟ ما يمشي. اي اشتري 25. مال الوكره قلت لي ولا مال الدوحه؟ هذا باكستاني. هذا باكستاني. باكستاني. طيب اي مال الدوحه غالي، يوصل في 70. كراري على كم؟ كراري اليوم 11 ريال. 11 ريال. جيش؟ جيشي 18. 18؟ اي 15 ما يمشي؟ ما يمشي. نيسر عربي على كم؟ اي 15 ريال اليوم. 15 صغار لكن حلوين، في ناس وايد يحبونهم. شعري ابيض على كم؟ 10 ريال. 10 ريال. ربيب 14 ريال. 14. هوامير ما عندك؟ لا ما عنده هوامير. غلاي اكيد اكيد. هو قال لي قبل الهواء ان الهوامير غلاي شوي. فسكر على كم؟ 10 ريال. 10 ريال. كوفر اي ما 10 ريال. هذا 10 ريال؟ اي 10 ريال. اي ما هذه ولا كوفر؟ اي كوفر. 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 هذا على على هذا كراري؟ كراري كراري. نفس هذا؟ سمسم هذا. نفسه. بس هذه سمين، اشوفها سمين. خلينا نشوف الكنعد، الكنعد قلت لي اليوم غالي شوي. اليوم شيء غالي. على كم؟ 34. 34 ارتفع، يعني قبل اسبوع تقريبا في العشرينات، في العشرينات تقريبا. بلطي مال وين؟ بنغلاديش. بنغلاديش. على كم؟ 18. 18 اليوم شوي نازل. 15 ما يمشي؟ لا لا. ما يمشي يقول 15. خلينا نجي حق السمكة الطيبة. الصافية، الصافية على كم؟ 25. 25 مال وين؟ مال الوكرة. مال الوكرة. وهالوكرة يبون مال الشمال، ومال الشمال يبون مال الوكرة. كم نهايته؟ اي 23 اخر. 23 اخر شيء. هذا سبريم؟ سيباس. سيباس مال تركيا. تركيا. سبريم ما عندك؟ ما عندي. سيباس. سيباس. على كم؟ اي 28. 28. ربيان نوعين عندك؟ اي ربيان 35. مال باكستان. باكستاني. وهذا النوع؟ سيم هذا. كله نفس الشيء. إيه سيم. مشكور يا أخوي. خلونا ننتقل محل ثاني. خلونا نشوف هني. تعالي 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 هني تعالي هني. الله يخليك. تعالي. كيف حالك؟ زين. الله طيب ان شاء الله. هذا شنو؟ روح. الروح. مال وين؟ باكستان. باكستان. على كم؟ هذا 15 ريال. صرنا نعرف بعض السمك اللي من باكستان. حلوه يو عليك. حلوه هي. هذا طلع 25. يسالوني البعض يقولون لي حلوه، انا صراحه يعني جربته، هي تقريبا مثل الصافي الصنيفي، تقريبا نفس الصافي الصنيفي. في ناس يعني يسوونها مثل المسقوف العراقي، يفتحونها من الصبين ويسوونها مشويه. على كم؟ هذا 25. 25 مال باكستان. باكستاني. مال باكستاني. يقول كراري على كم؟ 11. 11. نيسر على كم؟ نيسر 8 ريال. كبار كبار النيسر صراحه، كبار 8 ريال. ايوه. اخر اخر يقول اخر 8 ريال. اخر 8 ريال. زين خلينا نشوف الربيب الكبار. ربيب 19. 19. الربيب الكبار. ربيب. هامور. خلينا نشوف الهامور. تعال تعال معي. الهامور اليوم شوي غالي، يمكن الهامور شوي غالي اليوم. على كم؟ هذا 60 ريال. 60 اليوم. الصغير على كم؟ هذا زبيدي 25. صار له 25 يقول. وهذا البياح مال وين؟ باكستان. باكستان. على كم؟ هذا 30. 30. 28 هنا. لا 8 ان شاء الله. 27 يمشي؟ اوكي. يقول يمشي 27. قرفه على كم؟ قرفه 20 ريال. مال وين؟ هذا باكستاني. باكستاني. هذا شنو هي؟ هذا جيش هندي. جيش هندي. على كم؟ 15 ريال. 15 جيش هندي. سمينه اشوفه، سمينه صراحه. سمينة، لكن سمك القطري دائما فريش من البحر لين الكابره. هذا شنو؟ هذا روح؟ لا سيباس. سيباس. سيباس تركي.
تركيا ايوه. اسود اليوم صاير شوي لونه على كم؟ هذا الاخر 28 ربيع مال وين؟ ربيع بحر باكستاني. باكستاني على كم؟ هذه 35 35؟ ايوه. و بولتي بلطي بنغالي؟ بنغالي بنغالي على كم؟ هذه 18 18 بلطي بنغلاديش يعني مشكور. خلونا نشوف محل ثاني قبل لا نرجع للزملاء، خلونا نشوف محل ثاني ايضا. انا ودي اركز على صراحه الهوامير والكنعد لان اليوم يقولون لي غاليه. تعالي الله يخليك، تعالي كيف حالك؟ خلنا اسال على كم الهوامير عندك؟ على كم الهوامير؟ هامور على كم؟ مو على كم الهامور؟ هذه 45 مال وين؟ دوحة أوكرا. زين بواليل على كم؟ بواليل يعني 30 30؟ آخر. طيب ربيان مزارع على كم؟ ربيان مزارع يعني 43 43 وهذا النوع؟ هاي 28 28. تعال خلنا نشوف عنده بدح كم من حبه، بس خلني اشيل الكبيره. هاي شعوم؟ هاي شعوم على كم؟ شعوم 15 15 والبدح بعد عوده والله عوده 20 البدح. ربيب 30 30. كم عدد الكبار على كم؟ كان هذا يعني كان في 30 اخر 30. تعال خلنا نشوف الصافي والله يعني في ناس يحبونه هاي الاحجام، في ناس يحبونه وفي ناس يحبون الصافيه تكون عوده، لكن مثل ما نقول دائما ركز على العين، عين الاسمكه. بطل لي شوي هني الله يخليك. خلينا نشوف ايضا لمشاهدنا الكريم، هذه يعني زينه، لكن دائما اللي بي الكبره يفحص السمك بعينه ويشوف، وهل قطر مقيمين قطر يعرفون احسن مني في السمك اذا كان طري. كم قلت لي ربيب؟ هذه ربيب 15 15 والكن عدد الكبار كم قلت لي؟ 30 حمر على كم؟ هذه جين هاي 18 18 بالنسبة للجين. سبريم 28 تركيا 28؟ ايه 25 ما يصير يقول ما يصير. تعال خلينا نشوف هذه شنو؟ سلمون مال النرويج. نرويج على كم؟ 46 عاد بذي سلمون النرويج يمكن انقطع فترة طويلة. هذا حمام أبيض حمام أبيض ب 16 عنده. جد على كم؟ جد يعني 15 15 الجد. هذا ايش يسوي في الخيوط اذا ما في سيم يقصه؟ على كم قلت لي؟ 15؟ ايه 15. شعري ابيض؟ 7 ريال. 7 ريال. كراري على كم؟ كراري 10 10. فسكر؟ فسكر 12 ريال 12. بالنسبه للفسكر، فسكر عوده ما شاء الله. ها حبولها اظن فيها للحين، فيها. كم قلت لي؟ 15؟ 12. 10 يمشي؟ يمشي ما في. يقول 10 يمشي؟ يمشي. يقول يمشي. مشكور يا اخوي. مثل ما شفنا واستمعنا عبر اثير اذاعتنا الحبيبه اذاعه قطر ومشاهدينا متابعينا من خلال شاشه تلفزيون قطر في كبره ام صلال علي، اعتقد اليوم بعض الانواع مرتفعه وبعض الانواع رخيصه. يمكن لاحظنا حتى الانواع اللي من برا اللي من ضمنها طبعا من باكستان جايه ايضا مرتفع اسعارها. دائما نقول سوق الكبره يخضع للعرض والطلب، اذا زاد السمك قل السعر، واذا نقص السمك ارتفع السعر، بالاضافه الى طبعا الاجواء وظروف الاجواء الخارجيه بالنسبه للبحاره واصحاب اللنجات، لذلك احيانا ترتفع الاسعار. احنا نقول دائما سامحونا على يكسور بذر منا من خلال نقلنا لهذه الفقره وعلى الهواء مباشره. والان عوده الى الزميلين العزيزين ليلى ومحمد في استوديو وطن الحبيب. صباح الخير. يعطيك العافية الزميل خليفة رميحي، أعطانا أسعار الأسماك لهذا اليوم من شبرة السمك في أم صلال علي، شكرا جزيلا لك. نعم زميل محمد، وننتقل مباشرة لزميلنا محمد السندي وفقرة جرائدنا التي من خلالها يطلعنا على أهم وأبرز عناوين وأخبار الصحف المحلية لهذا اليوم. محمد صباح الخير. صباح نور زميلتي ليلى، صبح عليك وعلى زميلي ابو عبد الرحمن بكل خير، والساده والمشاهدين والمستمعين الكرام، وحياكم الله في هذه الاطلاله اليوميه للتعرف على اهم وابرز واخر ما جاء في صحفنا المحليه. جرائدنا.
نبدأه معكم من العرب، وفي خبر تحت عنوان تقديرا للعلماء والمبدعين القطريين الثقافة والرياضة، فتح باب ترشح لجائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية. حيث أعلنت وزارة الثقافة والرياضة عن فتح باب الترشح لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والأداب، وتمنح جائزة الدولة التقديرية للعلماء والمبدعين القطريين كل عامين تكريماً وتقديراً لهم عن مجمل عطائهم العلمي والإبداعي، ويمنحها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أو من ينيبه. ومن العرب أيضا التعليم، تعلن عودة النشاط للمراكز التعليمية والتدريبية. حيث أعلن قطاع شؤون التعليم الخاص في وزارة التعليم والتعليم العالي عن السماح بعودة النشاط للمراكز التعليمية والتدريبية المرخصة وسارية الترخيص، ويأتي هذا بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر عن آخر المستجدات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. ومن العرب إلى الراية، إنجاز شبكات مياه الأمطار بخليفة الشمالية العام المقبل. حيث توقعت هيئة الأشغال العامة أشغال الانتهاء من أعمال مشروع شبكات الصرف مياه الأمطار في مدينة خليفة الشمالية في الربع الثالث من العام المقبل، ونوهت إلى أنه سيتم افتتاح الطرق المغلقة تباعا فور الانتهاء من الأعمال فيها، ما سينعكس إيجابيا على انسياب الحركة المرورية في المنطقة. وإلى صحيفة الشرق، الصحة تعتمد الفحص السريع والأجسام المضادة للكشف عن كورونا بالقطاع الصحي الخاص. حيث أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديث بروتوكول وإجراءات فحص الكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19 واعتماد فحوصات خاصة بالأجسام المضادة والمستضدات المولدة للكشف عن الفيروس لدى القطاع الصحي الخاص. وإلى صحيفة الوطن، حملات تفتيشية على الحضانات. حيث أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إعادة فتح دور الحضانات ورعاية الأطفال وتقديم خدماتها بطاقة استيعابية بما لا يتجاوز 30% كحد أقصى ابتداء من اليوم الأحد، وستقوم الوزارة بحملات تفتيش على جميع الحضانات. ونبقى مع الوطن، الجهات المختصة تحيل 861 شخصاً للنيابة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية. حيث أحالت الجهات المختصة 861 شخصاً للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. مستمعينا مشاهدين الكرام، هذا ما كان لدينا في فقرة جرائدنا لليوم، ولقراءة المزيد من الأخبار وتفاصيلها يمكنكم الاطلاع عليها من خلال صحفنا المحلية الأربع الشرق والوطن والعرب والراية في نسختيها الورقية والإلكترونية. والآن عودة للزميلين محمد وليلى في الاستوديو. يعطيك ألف عافية زميلنا محمد السندي، أطلعتنا من خلال فقرة جرائدنا على أخبار منوعة ومهمة من صحفنا المحلية لهذا اليوم. ومستمعينا عبر أثير إذاعة قطر ومشاهدينا عبر شاشة تلفزيون قطر، التواصل معكم يستمر بإذن الله حتى 9:30 في برنامجكم وطني الحبيب صباح الخير.
وقعنا وافعلنا وقت اللقاء صاح العدو هي هي خلينا وانا بالغد واللي تلوى والتوى لي لي وطني الحبيب. صباح الخير أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، حياكم الله مرة ثانية، هذه عودة لبرنامجكم لحظات أعزائي المستمعين، ونبدأ باستقبال مكالماتكم الهاتفية وكذلك رسائلكم النصية القصيرة ورسائل الواتساب. نذكركم بأرقامنا الهاتف 4434344، خدمة الرسائل النصية القصيرة على 92666، والواتساب على 3330993. ومعنا أولى اتصالات هذا الصباح، معنا أم عبد الله. أم عبد الله صباح الخير. صباح النور، حياك الله. يا مرحبا أم عبد الله، تفضلي طال عمرك. أبي أتكلم بموضوع بنتي من أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. الله يخليها ويحفظها. كانوا مفرين لها ممرضة من 2018، وفجأة شلوا الخدمة ما قالوا لي. طيب شلون يعني شلوا الخدمة؟ يعني شلوا الخدمة ما كلموني، أنا وقفوا الخدمة فجأة، يعني كانت ما قالوا لي أن الشركة هذه يعني الممرضة بتنقل كفالتها على أحد ثاني أو شيء. طيب فيعني بنتي الحين حاليا ما تقدر تمشي، ما تقدر تاكل، يعني وضعها صعب، يعني لازم يتوفر لها ممرضة. طيب الآن الممرضة كانت متوفرة من قبل مؤسسة حمد الطبية ولا؟ أيوة، من قبل مؤسسة حمد الطبية. طيب وراجعتيهم؟ يعني كلمتيهم؟ بلغتهم انه هذه الممرضه يعني الظاهر انتقلت او ايوه بلغتهم، فقالوا يعني ان بيشوفون الموضوع والموضوع تاخر. يعني من متى؟ فبنتي محتاجه يعني. طيب من متى كلمتيهم؟ كلمتهم صار لي شهر. شهر ولحد الان لم يتم الرد. لم يتم الرد او اعاده نعم ممرضه ان شاء الله باذن الله. وتواصلتي معهم مره ثانيه ولا لا بعد المره الاولى؟ لا. طيب خير ان شاء الله. أم عبد الله، نتمنى صراحة من الأخوة في مؤسسة حمد الطبية التواصل معها. ذكرت بأن بنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ذوي الإعاقة، وبحاجة إلى ممرضة، وكان عندها ممرضة تقوم برعايتها، ولكن يعني حصل شيء ضار. الشركة اللي تعامل معها مؤسسة حمد الطبية لتوفير ممرضات ضار، حصل شيء معين، إما أنها والله غيرت جهة عملها هذه الممرضة أو شيء، فلم يتم وجود أو إرسال ممرضة أخرى لبنت الأخت أم عبد الله. فنتمنى صراحة من الأخوة في مؤسسة حمد الطبية التواصل مع أم عبد الله وسرعة إنجاز هذا الموضوع لها بإذن الله. وطني الحبيب صباح الخير، معنا أم محمد. أم محمد صباح الخير. صباح النور، حياك الله يا أم محمد، تفضلي. الله يحييك، شلونكم إن شاء الله؟ طيبين. الله يسلمك، طيبين طب حالك، تفضلي. حبيبتي أنا مقدمة على عزبة من 2014. نعم. وللحين وكل مرة جعنا قالوا بعدين بعدين، آخر مرة كل مرة يقولون عند الوزير بيختمها، وللحين من 2014 ما سلمتها. نعم، أنت على النظام القديم يا أم محمد اللي كان من شروطه حيازة الحلال وترقيمها، صحيح؟ أي أي. وعندك الحلال؟ أي موجود. طيب أو مستوفية كل الشروط وأوراقك كاملة؟ أي موجودة عندهم كل شيء، حتى أوراقي موجودة. طيب متى اخر مره راجعتيهم؟ والله من كثرها ما عاد يعني اذكر كم مره رجعناهم. اخر مره والله ما اذكر صراحه، يعني من شهر شهرين، يعني هسه يعني رجعنا، يعني دائما تراجعين اول باول. اي يروح لهم ولدي راجع،
وللأسف ما في أي رد علينا. نعم. ونحن ما عندنا ما تنفس في وقت الوباء إلا نطلع إن يطلع الواحد بالعزبة يطلع المحل. إحنا والله قاعدين في هالبيت لا نطلع ولا نجي. نعم. أنت كنت محددة مكان معين أم محمد؟ ما لا ما حددوا. ما عندك مشكلة. وأنت ما عندك مشكلة في أي مكان؟ لا ما عندي مشكلة. طيب خير إن شاء الله. بس على الأقل يتواصلون معنا يقولون. إن شاء الله يتم التواصل يا أم محمد إن شاء الله بإذن الله تعالى وإن شاء الله تكونين من اللي لهم أولوية في التخصيص تخصيص عزبة لهم. هم قالوا والله قالوا لكم الأولوية. نعم. لأن من 2014 إلى الحين. إن شاء الله يا أم محمد. يعطيك العافية أم محمد ونوصل هذه الملاحظة الأخوة في وزارة البلدية والبيئة فيما يخص يعني تخصيص العزب للمستحقين اللي لهم الأولوية اللي كانوا على النظام القديم عندهم حلال مستوفين كافة الشروط كل أوراقهم كاملة ولكن فقط بانتظار هذه الموافقة بتخصيص العزب. وكان عندنا قبل كم يوم رد من الأخوة في وزارة البلدية والبيئة حول هذا الموضوع وذكروا فعلا أن هناك يعني تخصيص اللي لهم أولوية فإن شاء الله يا أم محمد أنت تكونين من اللي لهم الأولوية في تخصيص العزبة إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الدفعة 43 دفعة 2020 من طلاب جامعة قطر والذي سيقام بمجمع الرياضات والفعاليات بالجامعة صباح اليوم فيما سترعى سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير حفل تخريج الطالبات المتفوقات صباح غد الاثنين. نعم مستمعينا ومشاهدينا الكرام ويبلغ إجمالي خريجي هذه الدفعة 3075 خريجا وخريجة وهم خريجو سنة أكاديمية كاملة تشمل خريف 2019 وشتاء وربيع وصيف 2020 بينهم 707 خريجين و2368 خريجة. وتطبق الجامعة العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 أثناء تنظيم حفلات تخريج دفعة 2020 والتي سيشهدها مجمع الرياضات والفعاليات في الحرم الجامعي حيث قامت الجامعة أمس بإجراء فحص RAT لجميع الحضور والخريجين في عدد من المباني المخصصة لإجراء الفحص في جامعة قطر وكذلك حرصت على تزيين مجمع الرياضات والفعاليات والتأكد من الاحتفاظ بمسافة آمنة بين كل الموجودين بما لا يقل عن 9 أمتار مربعة لكل شخص. كما قامت الجامعة بتركيب الأعلام في جميع الطرق المؤدية للجامعة وداخل طرق الجامعة بالإضافة إلى تزيين شوارعها بأعلام تحمل التهاني للخريجين بجانب بعض الجمل التي تشجع الخريجين على بدء مسيرتهم المهنية وأن يكونوا عونا ودعما لدولة قطر في المستقبل. وستشهد إجراءات التقاط الصورة الجماعية للمكرمين تغييراً حيث سيتم تصوير الخريجين صورة جماعية عند مقاعدهم بعد عزف السلام الأميري. أما عن مسار خروج الخريجين من قاعة الحفل ففي الحفلات الرئيسية حفل تخرج الطلاب وحفل تخرج الطالبات المتفوقات يتم خروج الخريجين والخريجات بعد انتهاء الحفل مع فتح كافة المخارج لتسهيل إجراء خروجهم من القاعة. أما في حفلات الكليات فسيتم خروجهم فور استلامهم لهدية التخرج.
ودعت جامعة قطر إلى التزام كافة خريجي دفعة 2020 بشكل دقيق باتباع كافة هذه الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم. وحددت الجامعة زي الخريجين لحفل تخريج دفعة 2020 ويتمثل في الثوب الأبيض مع ارتداء البشت القطري اللون الأسود كرمز موحد لجميع الخريجين. وقالت الجامعة إنه يمكن الحصول عليه من الأسواق الشعبية في الدوحة، ويجب على الخريجين التقيد بارتداء البشت خلال هذا الحفل. نعم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، في إطار الحديث عن هذا الحفل، حفل تخريج الدفعة 43 دفعة 2020 من طلاب جامعة قطر، ننتقل لزميلنا أحمد السعدي الموجود في موقع حفل التخريج لينقل لنا يعني صورة كاملة عن هذه الأجواء، أجواء حفل التخريج. فأحمد صباح الخير. صباح النور ليلى، وصباح الخير أكيد محمد والجميع المستمعين والمتابعين سواء عبر إذاعة قطر وعبر شاشة تلفزيون قطر، من هنا من طبعا من المقر الرئيسي الخاص بحفل تخرج دفعة 2020 هنا في جامعة قطر، وسط إجراءات احترازية مشددة جدا. طبعا يمنع الأهالي من الدخول، فقط الطلبة الخريجين، وذلك طبعا للحرص حقيقة سواء المسافة الكافية ما بين الخريجين وأيضا ما بين الضيوف الكرام، بالإضافة حقيقة إلى أن تم تخصيص لجان يعني كبيرة جدا لعمل سواء فحوصات كوفيد-19 لكل من سيدخل إلى هذه القاعة، أيضا التأكد حقيقة سواء من احتراز، تأكد من الإجراءات الاحترازية المختلفة. هذا فقط في جانب الإجراءات الاحترازية. في جانب التنظيم، هناك تنظيم ضخم إن شاء الله. سيبدأ إن شاء الله هذا الحفل في تمام الساعة 10 من صباح هذا اليوم بتشريف سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المتفدى. هذه الدفعة تعتبر من أكبر الدفعات. هذه الدفعة تضم مجموعة من الطلبة خريجية الدكتوراه في تخصصات، تحديدا في التخصصات الهندسية لأول مرة، أيضا تضم مجموعة من خريجي الماجستير وخريجي أيضا البكالوريوس في مختلف التخصصات التي تحتاجها سوق العمل. كما نعلم يمكن محمد وليلى بأن جامعة قطر هي من الجامعات الرافدة الأساسية لسوق العمل القطري بالتخصصات المطلوبة، وتحديدا في التخصصات سواء كانت الفنية والهندسية وأيضا في تخصصات التربية. وهناك شراكة مميزة تحديدا في كلية التربية ما بين جامعة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي لتأهيل مجموعة كبيرة من المدرسين والمدرسات وأيضا في كلية الآداب والعلوم، بالإضافة حقيقة إلى التعاون مع مختلف الجهات وتحديدا وزارة الصحة ممثلة سواء في كلية الأسنان وكلية الصيدلة وكلية أيضا الطب التي إن شاء الله ستخرج هذه السنة أيضا دفعة إن شاء الله جديدة من هؤلاء الخريجين. طبعا هذا الحفل يتميز كونه تم تأجيله من العام الماضي إلى هذه السنة بسبب ظروف كوفيد-19 وانتشار وباء كورونا، بالإضافة حقيقة إلى أن هذه الدفعة إن شاء الله ستضم بقرابة أكثر من 3000 طالب وطالبة إن شاء الله سيتخرجون على دفعتين، دفعة اليوم إن شاء الله ودفعة أخرى إن شاء الله سيتم تقسيمها على أكثر من يوم غدا إن شاء الله للبنات، ستكون إن شاء الله بتشريف حرم سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. هذا الحفل أكيد ينتظر كل طالب وطالبة، ينتظر أيضا كل من تعب خلال السنوات الماضية، كل طالب حقيقة اجتهد للوصول إلى هذه النقطة المميزة. نتمنى أكيد إن شاء الله التوفيق أن يكون إن شاء الله رافد أساسي لسوق العمل القطري وأيضا لكل الخريجين والخريجات. طبعا أكيد إن شاء الله في تمام الساعة 9:30 سنكون إن شاء الله أكيد معكم مع الزملاء في تلفزيون قطر في نقل وبث مشترك من هنا من داخل هذا المقر. نتمنى إن شاء الله التوفيق، ونتمنى أكيد إن شاء الله التوفيق للطلاب والطالبات الخريجين، وألف ألف مبروك أكيد لأهاليهم وأيضا لأسرهم، وكنا نتمنى حقيقة حضورهم لكن للظروف الحالية وظروف انتشار وباء كورونا طبعا لم يتمكنوا من الحضور، لكن أكيد أن الفرحة إن شاء الله سيكملها هؤلاء الأبناء وأيضا هؤلاء الخريجين بعد إن شاء الله التخرج في بيوتهم مع أهاليهم بإذن الله تعالى. يعطيك العافية زميلنا أحمد السعدي، كفيت ووفيت، وفعلا يعني نقول ألف مبروك لكل طلاب وطالبات مقدما ولكل أولياء الأمور أيضا، نبارك لهم هذا التخرج، وإن شاء الله تستكمل هذه الفرحة بنجاحاتهم وإنجازاتهم إن شاء الله في يعني حياتهم العملية أيضا مستقبلا بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك زميلنا أحمد السعدي.
ويعني بس قبل أن يعني نذهب إلى الفاصل الغنائي، طالبت الجامعة جميع الخريجين، وهذا موضوع مهم، بالالتزام بالتعليمات الصادرة من أجل خروج الحفل بشكل رائع. طبعا بدأ دخول الخريجين الساعة 8 صباحا، وستغلق البوابات إن شاء الله بعد تقريبا 10 دقائق من الآن. ووضحت الجامعة أنها خصصت البوابة الرئيسية القاعة لدخول الخريجين إلى منطقة التسجيل في قاعة حفل التخرج. نتمنى التوفيق لكل أبنائنا الطلاب الخريجين سواء اليوم أو الأيام القادمة بإذن الله. وطني الحبيب، صباح الخير.
وطن الحبيب صباح الخير أعزائي المستمعين أعزائي المشاهدين، حياكم الله مرة ثانية. هذه عودة لبرنامجكم، عودة لاتصالاتكم الهاتفية، رسائلكم النصية القصيرة ورسائل الواتساب كذلك. وصلتنا مجموعة من الرسائل، إن شاء الله راح نقراها عن طريق الواتساب. هذه رسالة مو بموقعة باسم بس يقول يعني صباح الخير، عندي شكوى على أريدو، طلب هاتف أرضي من شهرين ولم يتم التركيب، ويقولون أشغال معطل أو أشغال معطلة الموضوع، تواصلت مع المهندس وليس التعطيل، يقول من أشغال وجميع المنازل اللي حولي فيها هواتف أرضية وخدمة إنترنت، هل يعقل؟ عموما منا الأخوة في شركة اتصالات أريدو حول هذا الموضوع. أيضا من بين الرسائل اللي وصلتنا رسائل نصية على 92666 أبو حمد، يقول قدمت على ممرضة للوالدة لإعطائها الأدوية وتابعتها حالتها أول بول، وللحين ما صار شيء، كل ما أراجعهم يقولون للحين ما صار شيء. للعلم الوالدة عمرها 79، الله يعطيها الصحة والعافية وطولة العمر يا أبو حمد. ومنا إلى الأخوة في مؤسسة حمد الطبية، أتوقع الموضوع أيضا يعني كان من قبل أم عبدالله حول طلب ممرضة لابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، الله يخليها لها إن شاء الله ويحفظها. فنضم هذه الملاحظة أيضا لملاحظة أم عبدالله ونرفعها للأخوة في مؤسسة حمد الطبية. وطن الحبيب صباح الخير، عودة لمكالماتكم الهاتفية. معانا أم كريم. أم كريم صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم العافية. الله يعافيك أم كريم، حياك الله، تفضلي. أنا اللي صار معي أنه ابني انحرم من امتحانات الفصل الدراسي الثاني اللي هسه ماشية، يعني راح عليه أول امتحان وهي الامتحان الثاني ب1/6 وأنا لسه ما انحلت مشكلتي. اللي صار أنه ما امتحنش امتحانات الملحق الأول، والمدرسة ما بلغتنا أنه في امتحانات ملحق أول. أنا ما بعرف أنه في امتحانات ملحق أول لأنه كان جاي من دولة تانية، يعني ببداية الفصل الدراسي الثاني. النائب الأكاديمية لما راجعتنا أنه ليش ما بلغتيني، قالت لي أنه نسينا نبلغك أنه في امتحانات ملحق أول. رحنا على الوزارة والوزارة يعني ما جاوبت معنا نهائيا، لأنه كان رد المدرسة للوزارة أنه هم بلغونا، وهم في حقيقة الأمر لا بلغونا ولا في أي شيء يثبت أنهم بلغونا. يعني حتى الولد كمل الفصل الدراسي الثاني معهم وامتحن امتحانات الميد اللي هي المنتصف الفصل الدراسي الثاني، بعدين لما أنا رجعت سألت عن وضع الطالب قالوا لي أنه هذا الولد رح ينحرم من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأنه ما عملش الملحق. ملحق والامتحانات ماشية الآن والولد ما عم بيمتحن وما راح على الامتحانات. متى تم إبلاغك بهذا الموضوع أم كريم؟ متى تم إبلاغي؟ إنه والله بينحرم والسبب، يعني عرفتي السبب؟ متى عرفتي السبب إنه لم يلتحق بالملحق للفصل الدراسي الأول؟ هذا كلياته أنا عرفته بعد، يعني بعد ما أنهينا الفصل تقريبا، يعني يوم الاثنين اللي فات أنا اتصلت بالمدرسة بالصدفة بدي أستفسر عن وضع الولد، ولا هم ببلغوني إنه مش لازم يعمل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأنه ما عمل الملحق. بس احنا طول الفصل احنا ماشيين معهم يعني عادي، المدرسة وامتحان وكل اموره تمام كانت. طيب وما لقولك حل الاخوه في وزارة التعليم والتعليم العالي؟ والله ما حدا يعني ما يعني حدا تواصلتوا معهم يعني. رحتوا الوزارة؟ وصلنا رحنا يعني على يومين واحنا نروح على الوزارة ونحاول نقابل اي شخص عشان يحل لنا المشكلة، ما حدا رضي يقابلنا وما حدا رضي يتجاوب مع المشكلة نهائيا، مع انه يعني انا ما علي اي غلط، يعني انا لم ابلغ بامتحانات الملحق، الولد كان ماشي امتحن امتحانات المد، لا يوجد ما يثبت انه انا بلغوني انه في امتحانات ملحق وانا ما احضرت الطالب، نهائيا ما صار هذا الحكي. حتى الكتب كتب الفصل الاول ما معي، الولد كمان شهاداته كلياتها معادلة والوزارة قبلتها والمدرسة قبلتها، فيعني مش عارف يعني ايش غلطتي انا وايش غلطة الولد اذا هي النائبة الاكاديمية نسيت تبلغني انه في امتحانات ملحق. انا ابني هسه ينحرم من الامتحانات وينحرم من السنة كلها زي كأنه السنة كلها راحت عليه. طيب ام كريم يعني شو الحل بالنسبة لهم، يعني الاخوة في وزارة التعليم ما اعطوك حل؟ ما اعطوني ولا حل غير انه لازم يمتحن امتحانات اللي هو الملحق الثاني أيوة بشهر 8.
يعني هذا هو الحل، انه خلاص راحت عليه هذه الاختبارات فمضطر انه يدخل اختبارات الملحق كاملة يعني. بالضبط. طب هو الولد شو ذنبه يعني انه فترة الإجازة كلها يكون يدرس للسنة كلها لكل السنة ويمتحن مع انه كان هو يعني انا معهم طول الفصل عموما. اختي اختي ام كريم، يعني السؤال موجه لاخوه في وزاره التعليم والتعليم العالي، يعني بما انه سيدخل يعني انا لو انه والله بيعيد السنه، نقول هذه فكره موجوده عند الاخوه على اساس انه لم يلتحق بالسنه كامله لدينا هنا في التعليم في قطر، ولكن بما ان هناك يعني الحل هو في ملحق الثاني، طيب ليش ما دخل من الأساس الاختبارات هذه؟ يعني ايش اللي يمنعنا من الدخول في الاختبارات الحالية نهاية الفصل الدراسي الثاني؟ لماذا التأجيل؟ هذا هو السؤال يعني الموجه للأخوة في وزارة التعليم والتعليم العالي، بما أنه في النهاية سيقدم هذه السنة إن شاء الله مع نهاية هذه السنة في شهر 8 الملحق، ملحق طبعا الفصل الدراسي الثاني. ف يعني ألم يكن بالإمكان أن يقدم مع الطلاب بشكل يعني مباشر اختبارات الفصل الدراسي الثاني؟ هذا السؤال موجه للأخوة في وزارة التعليم والتعليم العالي. نتمنى صراحة أن يتواصلون مع الأخت أم كريم وحل هذه المشكلة لها بإذن الله إن شاء الله. نعود لرسائل النصية القصيرة وأيضا رسائل الواتساب. هذه رسالة من أبو محمد أيضا موجهة للأخوة في مؤسسة حمد الطبية، يقول صباح الخير، طلبت كم مرة موعد أسنان في مستشفى رميلة قبل رمضان، تواصلت معاهم كم مرة ولكن لا يوجد رد، ويعني بانتظار موعد. اللي نعرفه يا أبو محمد أنه يمكن قبل الشهر الفضيل كان هناك تأجيل أو يعني إيقاف لهذه الخدمة، خدمة المواعيد فترة مؤقتة بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بكوفيد 19، ولكن أتوقع حاليا مع انخفاض يعني عدد حالات الإصابة ولله الحمد، وأيضا مع تخفيض القيود تدريجيا، أتوقع معظم الخدمات عادت لمؤسسة حمد الطبية، وإن شاء الله يكون أيضا هناك عودة لتحديد المواعيد. فمنا لهم الأخوان في مؤسسة حمد الطبية إن شاء الله تتواصلون مع أبو محمد وإعطائه موعد قريب للأسنان. هذه رسالة وصلتنا عبر الواتساب مواقع باسم، بس أرسل صور ويعني لم يشرح الحالة بشكل دقيق، لكن الصور يقول يعني كلها الحفريات وصناديق الكهرب وإشارات مرور قدام بيتي، يعني حسب الصور اللي موجودة أنه في إشارات قدام بيته بالإضافة إلى حفريات، ولكن الواضح أن الشارع لحد الآن لم يتم اكتماله، يعني من بعض توقع يعني الحفريات هذه كلها والأمور اللي أمام منزلك مجرد ما ينتهي الشارع ستنتهي. لكن يمكن الاستغراب في الموضوع بالنسبة للشخص نفسه اللي أرسل لنا هذه الرسالة، موضوع الإشارات الضوئية أمام منزله. عموما منا الأخوة في هيئة الأشغال العامة أشغال، أتمنى أنهم يتواصلون معنا على أساس نعطيهم رقم الشخص مرسل هذه الصور والرسالة، وإن شاء الله أنهم يتواصلون معه ويعرفون أكثر حول هذه الملاحظة، يعني لأن لم يعني يكتب عن هذه الحالة سوى كلمات بسيطة، يعني لن نستطيع من خلالها إيصال الفكرة للأخوة في هيئة الأشغال العامة أشغال، لكن مشكلته أن هناك صناديق كهرباء يعني أمام منزله، بس الواضح أنها يعني موجودة، يعني لذلك بعض الملاحظات أتمنى صراحة من الأخوة يعني حتى لو الصور جميل أن تكون موجودة على أساس نوضح الفكرة والحالة للجهات المختصة، لكن يعني في مثل هذه الحالة كان المفترض الأخ الفاضل أنه يتواصل معنا عبر الهاتف ويشرح لنا الوضع، يعني وش اللي متأذي منه في هذا الخصوص. هناك حفريات، الحفريات من الواضح أنها يعني الشارع لم يكتمل حتى الآن حسب حتى الصور اللي كانت موجودة، مشكلات يعني محطات الكهرباء اللي موجودة أمام منزله إيش مشكلتها بالتحديد بالنسبة له ما أدري، الإشارة الضوئية هل هي مباشرة أمام المنزل أم هي في الشارع الرئيسي وهناك شارع خدمة لديه، هذه الأمور كلها غير واضحة. فأتمنى صراحة من الأخ اللي أرسل هذه الرسالة أنه يتواصل معنا عبر الهاتف ويشرح لنا الموضوع على الهواء مباشرة بشكل أفضل حتى تصل المعلومة والمشكلة للأخوة في هيئة الأشغال العامة أشغال بطريقة صحيحة. نعود للمداخلات الهاتفية، معنا هذه المداخلة من أم عبدالله. أم عبدالله صباح الخير.
صباح النور، شلونك ابوي؟ حياك الله يا ام عبد الله، بخير؟ عساك بخير. الله يعافيك. الله يسلمك. الله يسلمك. تفضلي حبيبتي. انا كذا مره الحين 3 مرات تقدمت طلبي للعلاج في الخارج ويرفضون لي ولا يعطوني السبب، علما ان الدكتور قايل لي لاستكمال علاج لعمليه في ظهري، ولا زال من فتره الحين ردوا علي ان علاج في داخل ولعملية، يعني عندي الفقرات انفكاك في الفقرة الرابعة والخامسة. طيب أعطينا تفاصيل الموضوع أم عبد الله، متى قدمتي وكم مرة قدمتي؟ هو حين من فترة رابع مرة تقدمت للتظلم للسسمة وزارة الصحة وردوا علي بالرافض. قلت في السبة، يعني أنا لي عملية ولي تقارير، رفقت لهم التقارير مالتي كلها، طلبوا مني تقارير من هنا وقدمت لهم التقارير. طيب. إن حالتي كل ساعة سوء على سوء، ولا حد يعني ولا حد رد علينا. آخر مرة حين ردوا علي من 8 يوم حين توا ردين علينا، رفض الطلب. قلت لهم شو السبة يعني؟ قالوا رجعي قدمي تظلم. قلت كذا مرة أنا مقدمة يا أخوي تظلم. أنت مقدمة 3 مرات وكتاب تظلم وبعد تم رفض كتاب تظلم. الرابعة لهم، الرابعة قدمتها لهم. نعم. يقول لي قدمي أختي تظلم. طيب دائما يكون في اسباب للرفض، اعطوك سبب؟ ما اعطوني في سبب. ما انت ما حاولتي تستفسرين يعني طيب شو الاسباب؟ يعني اعطوني سبب. انا تراسلت معاهم عن طريق الواتساب مال الصحه، قلت لهم اعطوني السبب، يعني شو السبب انتم ترفضون؟ من حقك يعني من حقي ان انا اعرف السبب، يعني الاجراء التقرير عندكم اللي يعني اوراقي كلها، كل اللي طلبتوا مني انا وفرتها لكم يعني. طيب شو ردوا عليك؟ هذا طلبوها مني يعني اوراقي كلها كامله عندهم. نعم. فقال لي الموظف لا قدمي تظلم. قلت انا كل ساعه اقدم تظلم وتردون علي رفض؟ يعني معقوله انا جايه من متى؟ جايه من 2019، المفروض عمليتي خلاص بعدها بعد بسنه اروح، يعني من 2021 كنت انا هناك. نعم. انت 2019 سويتي عمليه؟ ايوه. اي قال لي تمر بعد سنه تعالي لي. نعم. ومذكور هذه من ضمن الأوراق موجودة، هذه الأوراق موجود اللي كل شيء موجود عندي. هم رفضوا 19/5/2019 هم جاني الرفض منهم أول. نعم. ما وصلت أنا هنا جاني الرفض منهم يعني من شهر 5/2019. نعم. وما بعرف السبب، كل واحد يقطع الثاني، بننظر في الحالة، برد عليه أم عبد الله، برد عليه ما أشوف رد منهم صراحة. وبعدها في الاخير يطرشوا لي شو السبه، ما حد يرد. يرد يقول لي رفعي تظلم. زين لما ترفع تظلم انا؟ هو على الاساس على الاقل تعرفين شو السبب، يمكن مثلا في تقارير مطلوبه، في اوراق معينه مطلوبه. اي والله طرش شو السبه يعني؟ طرش لهم حتى في سبب هناك عندكم يعني شو الاوراق الثبوتيه عندكم يعني كل شيء. نعم. يثبت الحاله، يثبت كل شيء يعني. خير ان شاء الله. ما ادري صراحه. ان شاء الله خلينا نتواصل مع الاخوان في وزاره الصحه. ندور يا يمه. ما عليك شر يا عبد الله، ما عليك شر ان شاء الله. وتعبانة يعني مبك اليوم هذا، انا اراكم من الصحه يردوني، هذه يردنيها، اروح ذي المكتب يقول روحي المكتب الثاني، كل واحد يروحني على الثاني، واللي يعطيني رقم يقول كلمي ذي وكلمي ذي. نعم ان شاء الله. ما يردون امي علينا بعد، مرات ما يردون علينا. لا ان شاء الله يردون عليك من بعد ما طرحت الموضوع عندنا في البرنامج، ان شاء الله يردون عليك وان شاء الله يتواصلون معك يا ام عبد الله وتستكملين علاجك من بعد العمليه، ما عليك شر ان شاء الله. ويعني الاخوان في لجنه العلاج والخارج بوزاره الصحه نتمنى توضيح الاسباب لماذا يتم الرفض. هي كتبت كتاب تظلم من بعد 3 طلبات تقديم العلاج الخارج، ايضا طلب منها تقديم كتاب تظلم للمره الثانيه، ولكن اذا كتبت للمره الثانيه من حقها اكيد تعرف الاسباب، اسباب الرفض. يمكن في اوراق غير كامله، في تقارير معينة مطلوبة، من حقها نتعرف يعني شو السبب بالضبط. نتمنى توضيح الأسباب وإن شاء الله تسهيل الموضوع للأخت عبد الله ويتم النظر في حالتها وإن شاء الله تستكمل علاجها في القريب العاجل. فمن الأخوان في وزارة الصحة بلجنة العلاج والخارج وإن شاء الله يتم التواصل مباشرة بعد البرنامج مع الأخت أم عبد الله. نعم. وطني الحبيب صباح الخير. أعزائي المستمعين، فقط نذكركم بأن إن شاء الله في 9:30 سنكون في نقل
يعني مباشر مع الأخوة في تلفزيون قطر لطبعا حفل تخريج الدفعة 43 من طلاب جامعة قطر، والذي يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة هذا الحفل في جامعة قطر. نتمنى التوفيق لكل طلابنا ومبارك عليهم النجاح. وحول هذا الأمر ننتقل مرة أخرى للزميل العزيز أحمد السعدي الموجود حاليا في جامعة قطر. أحمد صبحك الله بالخير مرة ثانية. صباح النور طبعا محمد، صباح الخير عليك وعلى جميع الموجودين طبعا من متابعينا ومستمعينا عبر أثير إذاعة قطر. طبعا هنا في حفل تخريج دفعة 2020، أكيد نتحدث حقيقة عن حفل مهم جدا يحضره حقيقة عدد كبير من الطلاب، أكثر من 3000 طالب كما ذكرنا من الخريجين. تعرف أكثر حقيقة على أحد التخصصات المهمة وأحد الكليات المهمة هنا في جامعة قطر، هي كلية التربية. ويسعدني أن يكون معي هنا بجانبي الدكتور طبعا أحمد العمادي عميد كلية التربية. دكتور ألف ألف مبروك التخرج، طبعا ماذا تقول في هذه المناسبة؟ يمكن تخرج تأجل لكن الفرحة ما زالت مستمرة، نشوف مشالعات كبير من الخريجين، ماذا تقول في هذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. طبعا أنا أقول هذا يوم يعني عيد بالنسبة للخريجين، فكل طالب يدخل الجامعة ينتظر مثل هذا اليوم، ويعني بالنسبة لنا طبعا الموارد البشرية على رأس القائمة من حيث الأولويات على مستوى الدولة. لا شك هؤلاء الخريجين اللي ذكرتهم في العدد تقريبا راح يسمون هم مستقبلنا إن شاء الله في الوطن، فيتولون يعني أو يتبوؤون مناصب كبيرة بإذن الله في المستقبل القادم. وإحنا كجامعة دائما نقول يعني بيت خبرة نؤهل دائما، كون الجامعة الوطنية الوحيدة دائما لنا دور كبير في إعداد هذول حتى نساهم في دفع عجلة اقتصاد الدولة بإذن الله تعالى. طيب كلية التربية شو تخصصات ما شاء الله اليوم تظهر بها كلية التربية على مستوى جامعة قطر؟ ما شاء الله احنا عندنا يمكن فوق ال 14 تخصص، عندنا طبعا شهادة الجامعية، عندنا بعد الدبلوم، عندنا الماجستير، والسنة بعد القادمة بإذن الله الدكتوراه، فعندنا تخصصات كثيرة والله، يعني من الطفولة المبكرة من ضمنها يعني كيمياء، فيزياء، رياضيات، اجتماعيات، شريعة، لغة عربية، تخصصات كثيرة ما شاء الله موجودة حسب طبعا اللي مطلوب في إعدادهم كمدرسين للدولة تعيينا لوزارة التعليم والتعليم العالي. هناك شراكة ما بينكم وبين الإخوان في وزارة التعليم والتعليم العالي لتأهيل المدرسين؟ شراكة كبيرة طبعا، يعني حتى على مستوى الجامعة في لجنة تنسيقية عليا برئاسة الدكتور عمر الأنصاري نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، فعندنا اجتماعات دورية احنا ككلية التربية مع وزارة التعليم الحمد لله. الله يعطيكم الصحة والعافية. الكلمة الأخيرة توجهها لطلابنا الخريجين وأيضا طلابنا إن شاء الله راح يتخرجون الدفعات القادمة. طبعا أنا أقول لهم كأب يعني مش كمسؤول، أقول لهم طبعا الدولة صرفت عليكم الشيء الكثير ودراسة مجانية طول الفترة، فأنتوا كل هالفترات هذه كنتوا تأخذون من الدولة، الآن حان القطاف وفترة العطاء، فأتمنى أنهم ما يبخلون بجهدهم وأوقاتهم في سبيل احنا فعلا نطور في الدولة الفتية بإذن الله تعالى. شكرا لكل التوفيق. شكرا يا دكتور ألف ألف مبروك. شكرا حبيبي. شكرا دكتور أحمد العمادي عميد كلية طبعا التربية. يمكن محمد بعد قليل إن شاء الله سيبدأ الحفل في تمام الساعة 10 من صباح هذا اليوم. هناك طبعا العديد من الإجراءات الاحترازية اللي ذكرناها، وهناك طبعا يعني فرحة كبيرة تعم هذا المكان. أكيد ألف ألف مبروك لكل الخريجين. هذا كل ما لدي إن شاء الله، ولكن نلتقي إن شاء الله معكم في البث المشترك مع تلك. إن شاء الله. يعطيك العافية الزميل العزيز أحمد السعدي من جامعة قطر. عموما يعتبر حفل التخرج من المراسم السنوية في جامعة قطر منذ تأسيسها في عام 1977، حيث يحتفل بالخريجين من حملة الدرجات العلمية البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك بحضور كل من رئيس الجامعة والنواب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين، وكذلك الضيوف من كبار الشخصيات بالإضافة لأولياء الأمور. إلا أنه في هذا العام ونظرا للظروف الاستثنائية المرتبطة بوباء كوفيد-19 سيكون الحضور مقتصرا على الخريجين ومنظمي الحفل. نعم زميل حمد، وسيتم تخريج جميع خريجي الجامعة لعام أكاديمي كامل، خريف 2019، شتاء 2020، ربيع 2020، وصيف 2020. ولا زلنا متواصلين معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم
وطني الحبيب صباح الخير. وأعتقد وصلنا للختام مثل ما يقولون الزملاء. عموما في الختام أجمل التحايا من فريق العمل الإذاعي والتلفزيوني، واللقاء يتجدد بإذن الله يوم الغد وفي نفس التوقيت من الساعة 8 لين الساعة 9:30. احنا معاكم في برنامج وطني الحبيب صباح الخير.